أهلا بكم في قناة مساء الأخبار. قبل ما نبدأ تحية لشرطة وجيش مصر العظيم. احنا عاملين الفيديو ده علشان نوضح حقيقة المقطع المنتشر على مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كنت مهتم بالموضوع شاركنا برأيك في التعليقات. محتاجين نوصل الفيديو ده لألف لايك، ودعوة مننا للناس الجديدة تشترك في القناة من الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل جرس التنبيهات. وتحيا مصر. الداخلية المصرية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سيدات في الشرقية، تابعوا معنا التفاصيل. كشفت الأجهزة الأمنية في مصر حقيقة مقطع الفيديو المتداول لاعتداء أحد ضباط الشرطة بالضرب على سيدات بمحافظة الشرقية، وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب تحت عنوان ضابط شرطة يعتدي بالضرب على سيدات بالشرقية 2020. ولفت البيان إلى أن الفيديو تضمن ظهور مجموعة من ضباط الشرطة مرتدين الملابس الأميرية أمام كلية البنات في جامعة الأزهر بالزقازيق، وأوضح أنه بالفحص تبين أن الواقعة ترجع أحداثها إلى 10 أكتوبر عام 2010 أمام كلية البنات، وأن من يظهر فيها هم مجموعة من المنتمين لجماعة الإخوان، ونوه بأنه تم تصوير الواقعة عند محاولة مجموعة من الطالبات المنتميات لجماعة الإخوان إدخال بعض اللافتات التي تحمل شعارات الجماعة الإرهابية لعمل معرض بالكلية، وقيامهن بالتظاهر أمام الباب الرئيسي، ما دعا ضباط الحرس الجامعي آنذاك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيلهن، وأكد أنه تم تداول القضية في حينها في أكتوبر عام 2010 والفصل فيها من قبل الجهات المعنية، وكان مقطع فيديو قد تم تداوله عبر منصات ومواقع وقنوات تابعة لجماعة الإخوان. قيل إنه اعتداء من قبل ضابط شرطة مصري على سيدات بمحافظة الشرقية هذا العام.